السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس دورات تعلم لغة الجافا سكريبت. درس اليوم بإذن الله سوف يكون حول كيفية أو طرق عرض البيانات في لغة الجافا سكريبت. الطريقة الأولى تكون عبر إنشاء الفاريبل. كيف ذلك؟ على سبيل المثال سنقوم بإنشاء الفاريبل، سنقوم بإنشاء الفاريبل ثم سوف نسميه على سبيل المثال تريكس، ثم سوف نعطيه مثلا قيمة 50، ثم نقوم بإغلاق، ثم سوف نقوم بكتابة هنا كونسول، هنا لدينا كونسول، ثم بوان لوغ، ثم نقوم بفتح قوس، ثم نستدعي اسم الفاريابل الخاص بنا، اسم المتغير هو بريكس، ثم نقوم بإغلاق. نذهب إلى الصفحة الويب الخاص بنا ثم نقوم بالتحديث. كما ترون هذه هي قيمة المتغير الذي قمنا به، هو 50. ثم يمكننا أيضا بدل عرض بيانات عبر الفاريابل يمكننا عرض هذه البيانات عبر الكونسول. كيف ذلك؟ يكفي أن نقوم هنا بوضع هنا دوغيومي، ثم هنا أيضا دوغيومي، هنا داخل البريكس دوغيومي هنا، ثم داخل أيضا نقطتين، ثم نقوم بكتابة القيمة لكي تظهر لنا البريكس ثم القيمة بأمامها. كما تلاحظون هذه هي عن طريق، في الأول قمنا بإظهار البيانات عن طريق الفاريبل بإنشاء الفاريبل، والآن عبر الكونسول. ثم هناك طريقة ثانية لعرض بيانات لغة الجافا سكريبت، وهي من خلال عنصر alert. كيف ذلك؟ سوف نقوم بكتابة alert، ثم نقوم بفتح أقواس، ثم سوف نستدعي على سبيل المثال هذه القيمة كوبي، ثم سوف نضعها في alert، ثم نقوم بإغلاق، ثم نذهب إلى الصفحة الخاصة بنا. حينما نعمل تحديث سوف ترون أنه تم عرض البيانات على شكل أريد. كما تلاحظون تريكس هنا 50، هذا من جهة. ثم هناك طريقة أخرى وهي الطريقة الثالثة. كيف ذلك؟ وهي عن طريق دوكيمون رايت. كيف ذلك؟ سوف نقوم بكتابة هنا دوكيمون رايت، ثم نقوم بفتح قوسين، ثم سوف نقوم باستدعاء هذه القيمة هنا أو اسم متغير، ثم سوف نضعه بداخله، نقوم بكنترول في، ثم نقوم بإغلاق. لكن لكي لا تظهر لنا هذه الأرض سوف نقوم بعمل كوموند ليها، ثم سوف نذهب نعمل تحديث. كما ترون ظهرت هنا عبر صفحة الـ HTML هنا تريكس 50. هذه هي الطريقة الثالثة، وهذه هي أغلب أشخاص أو أغلب الذين يقومون بهذا العمل يستدعون أو يقومون بهذا العمل وباستدعاء الدوكيمنت لهذه العملية. هذا كل ما في درس اليوم، أتمنى أن يعجبكم هذا الدرس. نلتقي بإذن الله في درس مقبل إن شاء الله.